المقررة غداً غدا 14 جانفي. تحركات ساخنة شوية، برشا اليوم أطراف سياسية تعلن عن تحركاتها وتنظيمها لتحركات احتجاجية. هذا الموضوع اللي باش نحطوا فيه توت سويت مع رئيس الرابطة الأستاذ بسام اللطريفي. أستاذ مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير، تحية لكل مستمعاتكم ومستمعيك. شكرا على الاستضافة. شكرا، يفضلك. الرابطة باش تكون طرف في الاحتجاجات أو مراقب لهذه الاحتجاجات أو راصد ربما بعين أنه فماش اعتداءات، فماش تجاوزات؟ شو دور الرابطة باش يكون غدوة؟ دور الرابطة هو الزوز. غدا تنظم الرابطة مع مكونات المجتمع المدني، جمعية النساء الديمقراطيات، رجل تحية بالمناسبة، ونقابة الصحفيين، والمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين بداية من الساعة 10 صباحا، عبروا فيها على مطالبنا ومشاغلنا ورؤيتنا. عندكم رفض انتم من ولي تونس؟ نحن ظهر لي ما شاورناهوش أصلا معناه. والله ما نعرفش. نحن مع غير معنيين بالرفض، نحن قدام مقر نقابة الصحفيين. ما كنتش معنيين بالحبيب بورقيبة معناتها. طرف منظم خيرنا أن نتمايزوا على بقية أصدقائنا الأحزاب والمنظمات التي داعية لهذه التحركات. وهو الحقيقة شارع حبيب بورقيبة متعنس كل شارع الثورة معناها. وأنا منشوف معناها طبعا لقرارات ولي تونس بأنه تحديد كل مجموعة معينة في مكان معين وفي توقيت معين، ما نشوف لهاش معناها تأسيس واقعي. تجاوب وزارة الداخلية أو الجهات اللي تمنح الترخيص أو التي يقدم لها الإعلام بأسباب أمنية. شارع حبيب بورقيبة شارع الناس كل في السنوات الكل كانت كل الأطراف وكل الأبيات تعبت الناس كل مع بعضها وتتظاهر، وما كانتش فما الحقيقة منع. معناها زي عيد الثورة، عيد الناس كل تخرج به ونحتفلوا به، فما شوية مرارة في عيد. سيباسين أستاذ بيه ما عادش يسمع فينا، برامون قصة التليفون، حاولوا نعاودوا نتواصلوا معاه. تسمع فيك بينا خاطر انا ما عادش نسمع فيك. بيه سي بسام، قلت لي بعض المرارة في ذكرى الثورة سنة 14 جانفي. اي بعض المرارة باعتبار انه فما ارتداد وتراجع في بعض الحقوق والحريات. نذكر على سبيل الذكر الحصر المرسوم 54 اللي حد من حرية الرأي والتعبير، واللي على أساسه تم محاكمة معناها مدونين وصحفيين ومواطنين وحتى محامين آخرهم محاكمة السيد عايش الأمان. نحن قررنا في 14 جانفي أولا نقوم بالتحرك والوقفة أمام مقر نقابة الصحفيين باش نعبروا على مطالبنا. اثنين، سنقوم برصد هذه التحركات باعتبار وأنه فما تغيير للتوقيت اللي اقترحتها الأحزاب، فما منع لبعض الأحزاب، ونخاف ونأمل أنه ما يكونش الأمر كذلك. فما تضييق على حرية التنقل وتضييق على حرية التظاهر والتجمهر السلميان ولحرية التعبير. شفناه في عديد المحطات وفي عديد المحطات النضالية. واليوم الرابطة تقوم بدورها في رصد الانتهاكات، وسيكون معناتها باش يكونوا موجودين غدا معناتها بعض مراقبين عن بعض اعضاء الهيئة المديرة وبعض اعضاء هيئة الفروع اللي باش يكون حاملين دي دوسار معناها زي مميز يحمل شعار الرابطة، وسنقوم نتولى رصد معناها التحركات ورصد الانتهاكات اذا تم انتهاكات. نعملوا انه ما تكون تم انتهاكات. تعتقد انه بعد خروج رئيس الجمهوريه اليوم للشارع باش يكون غدا فما تضييقات؟ ما نعرفش، اتمنى ليه. معناها الامور اعتقد منظمه، كل واحد شاد بلاصته معناها ويعرف توقيته. نامل انه ما تصيرش تضييقات وما تصيرش انتهاكات ان شاء الله. لكن استغرب منع جبهة الخلاص قراره الاخرين، ما نعرفش جبهة الخلاص. تم حزب الدستوري الحر تم منعه من التظاهر رغم الاعلان المسبق واحترام
القوانين المنظمة لذلك بعلة أسباب أمنية يتم منع التظاهر. دونك غدوة باش نكونوا متواجدين في شارع بورقيبة باش نكون حاملين شارات مميزة حاملة لشعار الرابطة ونستولى رفض الاحتجاجات ومعناها نعملوا رفض للانتهاكات إذا حصلت انتهاكات أو تجاوزات مهما كان مصدرها. ان شاء الله ما نتمناوش نراو لعنف ولا تجاوزات ولا حد شيء معناتها. ان شاء الله الناس كل تظهر سلميا في كنف الحريه فعلا. وفي اكثر احترام الاخر واحترام القوانين. شكرا لفضلك يعطيك الصحه استاذ بسام التريفي. يعطيك الصحه رئيس رابطه التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. 8:33 على موجتنا لقناه وصل حتى 9:00.